عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. واش راكم دايرين فيها سخانه؟ انا راني كل يوم بالكاسكيطه، خاف من البوقل صدقين خرج هذا الوقت. المهم حبيت نهضر على التحدي اللي درتو تاع اللغه العربيه. اولا فرحت بزاف انه كان اقبال عليه وكانت استجابه، على الرغم انه الاغلبيه داروا اشعار وكيش يقولهم وخواطر، يعني انا طلبي كان اكثر يكون ارتجالي، كنت حابه لو اكثر يكون ارتجالي والناس يحاولوا يهضروا. يعني كاين بعض الناس داروا ارتجالي وهضروا، يعني هضروا هضره عاديه يعني موضوع وهضروا فيه، لكن الاغلبيه التجؤوا للاشعار والاشياء المكتوبه، يعني سواء هما كتبوها سواء التجؤوا، يعني كاين راحوا للجوجل وشافوا، لكن معليش المهم المشاركه. انا هذا هو الهدف تاعي، قلت هذا هو الهدف اللي كان عندي انه نعيد احياء اللغه العربيه. هاد اللغه اللي للاسف كاين بزاف تعليقات كيما يقولوا جاوني على الخاطر. كاين بزاف ناس قالوا لي يعني يعطيك الصحه، وكاين ناس قالوا لي للاسف. كاين بعض الناس اللي مش بعض يعني الاغلبيه انه لو يشوفوا اللغه العربيه حاجه طايحه، انه اللي يتحدث اللغه العربيه بين قوسين، ما نحبش نقولها لكن هذه الحقيقه، بين قوسين يتسمى كافي ولا يتسمى ما يعرفش ولا يتسمى. للاسف يا جماعه هذه لغه جد غاليه ولغه جد يعني مهمه، باش تشوفوا ناس اجانب يسعوا انهم يتعلموا هذه اللغه ويهضروها، وللاسف الناس اللي اصلا اللغه هذه تعتبر تحهم او ينتسبوا ليها باي شكل من الاشكال، وكما احنا ننتسبوا ليها دينيا وهي لغه الكتاب تاعنا او لغه القران. المهم فلذلك لازم نفتخروا بها، لازم نحبوها، لازم على الاقل يكون عندنا نغيروا هذاك التفكير وهذاك المعتقد الشائع انه تكون لغه درجه ثانيه او لا، بالعكس. المهم كما قلت انا هذا هو الهدف تاعي اللي كان، ونشكركم كامل الناس اللي شاركوا، حتى الناس اللي ما شاركوش، حتى الناس اللي ممكن شاركوا بمجرد رساله او شيء في الخاص. نحييكم كامل كما راكم ونقول لكم شكرا لكم وين ما كنتم. وكان موضوع اخر راني حابه نهضر فيه اليوم ومن بعد ان شاء الله ماشي دركا، بخصوص شهاده التعليم الثانوي او شهاده البكالوريا اللي راهي على الابواب والناس بزاف راهم مقبلين عليها. قلت كاين بعض التلاميذ او بعض الطلاب طلبوا مني انه نعطيهم تجربتي انا الشخصيه، بما اني انا جزت على شهاده التعليم الثانوي وجوزت البكالوريا كما هما راحين يجوزوها، فطلبوا مني تجربتي الشخصيه او نحكي لهم تجربتي الشخصيه، كيفاش يراجعوا ولا كيفاش ينظموا وقتهم ولا كيفاش كل هاد الامور. اذا استناوني العشيه في ستوري الانستغرام ان شاء الله راح نحكي لكم او راح نفصلكم بالتفصيل، نحكي لكم عن تجربتي انا الشخصيه. استناوني.